私の霊圧で自戒しろ。滑稽だな。やれやれ、黒ひつぎが見たいか。まずまずだ。ようこそ私のソウルソサエティへ。霊圧で一息に押し潰す波動の99五流天滅。مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا اليوم، حيث سأقدم لكم قائمة ممتعة ومثيرة بأفضل شخصيات الأنمي والتي أعتبرها المفضلة لدي. سأكشف لكم عن شخصيات مميزة مختلفة ولماذا أجدها جذابة. دعونا نبدأ في هذه الجولة المشوقة. طبعا لن تكون هذه القائمة بالترتيب، في الحقيقة سنبدأ مغامرتنا في عالم شخصيات الأنمي المفضلة لدي بدون ترتيب معين. ومعنا بالقائمة ياجامينايت، الشخصية الرئيسية في سلسلة أنمي ومانجا مذاكرة الموت. يستخدم تلك المذاكرة بشكل ذكي لتنفيذ رغباته وتنظيف العالم من الجريمة. بداية كان ياجامينايت طالبا مثاليا ومؤمنا بالعدالة، لكن مع مرور الوقت أصبح مفهوم العدالة متغيرا. يتميز بأسلوبه البارد والمتقن في تفكيره العميق لكل خطوة، مما يجعله شخصية مميزة ومعقدة تحمل العديد من الجوانب المثيرة والشريرة. ومعنا في القائمة الشخصية البارزة في سلسلة أنمي دراغون بول، الذي يتميز بقوة الهائلة والحماس الدائم للمغامرة. شخصية كوكو، الذي يتميز بقلبه النقي والقدرة على التطور المستمر، وهو دائم المساعد لمواجهة التحديات في حماية العالم. يوجد العديد من التقنيات الفريدة والقتالية، مما يجعله واحد من أقوى شخصيات الأنمي. بفضل شخصيته الفريدة ومغامراته المثيرة، أصبح كوكو واحدا من الشخصيات الأكثر شعبية وتأثيرا في عالم الأنمي. ومعنا كذلك إيتاشي أوتشيها، شخصية بارزة في سلسلة أنمي ناروتو، تجمع بين الذكاء والسرية الغامضة. يتميز إيتاشي بوفاء إلى قريته ولأخيه ساسكي، إلى جانب قدرات النينجا الفريدة. يتمتع بتقنيات مميزة مثل الشيرينجان والمانجي كيو شيرينجان. قصته المؤثرة تضحياته وتجعل الشخصية تستحق التقدير. إيتاشي هو واحد من الشخصيات البارزة في عالم الأنمي. ومعنا كذلك شخصية لوفي، البطل الرئيسي في سلسلة ون بيس، شخصية شهيرة تتميز بحماسه اللافت وشجاعته البارزة. يمتلك لوفي مرونة استثنائية بفضل تناول الفاكهات المطاط، مما يجعله قادرا على تمديد جسده بشكل مذهل. لوفي هو شخصية مميزة تمزج بين القوة والحماس، وقد أصبح واحد من أكثر شخصيات الأنمي شهرة وتأثيرا فيه. وتدخل معنا القائمة شخصية أكامي، البارزة في سلسلة أنمي أكامي كاكيل، تعرف بقوته ومهاراته كقاتلة في منظمة ناتويد أو غارة الليل. تتميز بالكفاءة والصمت والعزم الصلب، وتسعى دائما لحماية الأبرياء ومحاربة الفساد. مع ماضيها المعقد وسلاحها الخاص، تظهر أكامي توازنا مثيرا بين القوة والهدوء، مما يجعلها شخصية مثيرة وجذابة في هذه السلسلة الرائعة. ومعنا أيضا أيانا كوجيكو من سلسلة أنمي فصل النخبة، شخصيته غامضة وذكية، تتميز بذكاء استثنائي وهدوء الذي يظهر به دائما. يتلاعب بالأحداث ويخفي عواطفه ونواياه بعناية، يظهر تفكيره استراتيجي ويمتلك القدرة على حل المشكلات ببراعة. بالرغم من هذه الصفات، تميز شخصيته بغموض التحفظ، مما يجعله شخصية مثيرة وغامضة في سياق القصة. من أحد أفضل الشخصيات إيرانيغا، وهو شاب شجاع وعازم في سلسلة هجوم العمالقة. يسعى جاهدا لمحاربة العمالقة وحماية البشر منهم بأي وسيلة. يتميز بالعزم القوي ويمتلك قوة غامضة تمكنه من التحول إلى عملاق، وهذا القوة تلعب دورا مهما في القصة. إيرين هو شخصية تجمع بين القوة والعزم، وتعبيرا عن الصمود بمواجهة التهديدات الضخمة في عالمه المروع. ومعنا كذلك كوها ليبرتي، وهو شخصية رئيسية في سلسلة أنمي ومانجا مونستر. إنه شاب ذكي بشكل استثنائي، يمتلك جاذبية خاصة، لكن يظهر بشكل غامض ومعقد. تتطور شخصيته بين الخير والشر، ويؤثر بشكل كبير على شخصيات أخرى في السلسلة. يوهان هو شخصية غامضة وجذابة، تضيف الكثير من التوتر والتعقيد إلى قصة مونستر. ومعنا الأفضل بليمونازي، أيزان سوسكي، هو شخصية متلعبة وشريرة في سلسلة أنمي بليج. على الرغم من ضروري الهدئ والبرودة دائمين، لأنه يمتلك طموحات شريرة ويسعى لتحقيق أهدافه بأي وسيلة. يستخدم الذكاء ومهارات استراتيجية لتحقيق مخططاته. أيزان سوسكي يضيف الكثير من التوتر والتشويق إلى القصة بفضل شخصيته الشريرة والغامضة. Yes!